أصبح من غير الممكن للأسرة الأردنية أن تحتفل بعيد الفطر، كما كان ذلك زائدا فهذا العيد يأتي بعد أن تضخمت نفقات الأسر بسبب متطلبات شهر رمضان، وهي متطلبات تتضاعف عن أشهر السنة الأخرى، ما يربك الأسر ويحد من قدرتها على إعادة تنظيم ميزانيتها المحدودة أصلاً. واقع الحال يشير أن الأردنيين ورغم استلام رواتبهم قبيل العيد، فإنهم سيعانقون خلال العيد من الضنك المالي كالعادة بسبب الإنفاق في شهر رمضان الفضيل من جيوب هي منهوبة أصلاً. والله الوضع الاقتصادي سيء جدا، يعني الواحد بده راتبين عشان يقوم بس شهر رمضان والعيد. يعني هسه العيد شويه متضايق. طبعا احنا خلص الراتب قبل ان نفوت العيد، خلص الراتب احنا نسد قروض رمضان. والله الحمد لله رب العالمين، الله يديم الامن والامان على هالبلد. شايف علي كل شيء كويس الحمد لله رب العالمين. والاسعار لا يعني مناسبه تقريبا، يعني مناسبه كويس ماشي امورها. يعني والله انا كشخص شايفه تعبان بكل شفافيه وبكل صراحه، هاي مش عمان اللي كنا نشوفها زمان ابدا، يعني ابدا لا المحلات مرتاحه ولا المواطن مرتاح. ومع دخول العيد، مع دخول العيد ان شاء الله الناس تتيسر معهم، الناس متكله على الله في كل شيء. يعني ما شاء الله ابنك هذا؟ ابني اشتريت له اواعي. الحمد لله، انا من الحمد لله يعني بفضل الله مستوره، بس اجمالا مش زي اول، يعني الوضع الاقتصادي تعبان. الوضع كويس. بالنسبه للاردن الوضع كويس الحمد لله، احسن دوله عربيه الحمد لله رب. والله الاسعار شويه لو خف. لا يعني غصب عن الناس الوضع. ما هذا هي، وشو تعمل مواطن بس مبسوطين كل حال امن وامان، هذا يكفي. لا والله انا شايف لك اياها كلها متدنيه صحيح، يعني اوضاع سيئه، اوضاع يعني مش طبيعي، ولكن الحمد لله بنقول والله العيد عهد زي باقي ال في شراء حاجيات، في تجهيز، في بس تجهيز ممكن اخف من السنه اللي قبلها. دخول يعني دخول؟ لا متدني نهائيا نهائيا، والوضع على الله والحمد لله رب العالمين. لا اكيد زعلك على المواطن الاردني، اكيد اكيد الحياه صعبه صارت شوي على الناس. دخول من ناحيه الدخل ثابت، هو الحياه زادت عليهم بالمصاريف بالمتطلبات. رمضان لحاله، يعني رمضان لحاله مصروف لحاله دخل العيد اكيد. ما هو رمضان وعيد وعندك شو مدارس وعيد ثاني، يعني اسعار كلها، يعني هي انا السنه هاي بس الشغله الوحيده اللي لقيناها رخيصه الخضره صارت هي، اما باقي كل شيء كله والله بالعلالي. من جديد تعود دوامة الدخل والراتب لتضرب جيوب الأردنيين وهم يستعدون لاستقبال عيد الفطر ويعيشون أواخر شهر رمضان الفضيل. حازم السردي، الحقيقة الدولية.